لهذه القناة نشارككم تجربتنا في عالم الدواجن وترجمناها في عدة حلقات لنفيد ونستفيد. فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا ودعمنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما نتوصل إليه من تجاربنا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. إخواني الكرام، حلقة اليوم بإذن الله تعالى أحببت من خلالها أن أشارككم هذه الفكرة أو هذا النموذج للقفص، قفص أرانب الذي صنعت، وهو صنع يدوي ومنزلي 100%. صنعته ببعض الأخشاب والأسلاك فقط، بعض أمور التي تعد خردة في البيت. الفكرة جد بسيطة، سأريكم مرافقها كلها. أولا، هذه شبكة من الحديد حتى تكون آمنة للأرنب من الأخطار الداخلية ومن الأثار الخارجية عفوا. وهذه أيضا شبكة، هذا قفل حتى تغلق ويفتح. وضعت فيها هذا الشيء، مقبض تفتح هكذا. وضعت فيها هذا الزر أو هذا السلك حتى لا يسقط الباب. السلك حتى لا يسقط الباب. هذه من الداخل. وضعت لهم هذه العلافة التي صنعتها بالخشب، وضعت فيها الطعام. هذه قطعة خبز صلب يابس. هذه شبكة اشتريتها ب3 دراهم للواحدة، هي الشبكة التي توضع في الثلاجات حتى إذا دخلت هنا وقامت بالتبرز يسقط البراز والبول تحت في الأسفل كذا. هذه إناء فيه ماء. هذا مدخل لتدخل إليه داخل، سأريكم من الداخل كيف هي إن شاء الله تعالى. هذه بعض الأخشاب فقط، أمر جد بسيط وسهل. هي فكرة، إذا أحب الإخوة الكرام أن يصنعوا مثلها، من الكثير من الإخوان أرادوا مني أن أريهم كيفية صنعها، لكن للأسف لم أصور طريقة صنعها لضيق الوقت. بعض الأخشاب كما قلت، هذا مدخل تدخل منه الأرنب إذا أحست بخوف أو شيء من هذا القبيل. سأريكم أيضا من الفوق. لحظة، يجب أن نضع السلم حتى أصعد إلى فوق الصندوق. هو الصندوق من الفوق، وضعت به نافذتان، النافذة الأولى والنافذة الثانية. هذه النافذة تطل على هذا المكان الذي سترد فيه إن شاء الله تعالى الأرنب. وضعت فيه بعض المشارة الخشب وبعض الصوف حتى إذا أرادت أن ترد فيه سترد بإذن الله تعالى. وضعت فيه أيضا باب صغير، وهذا قد أمنت هذا المكان، أمنته من الخارج جيدا بوضع هذه الأغلفة من الخشب من الأمام ومن الخلف ومن الأسفل أيضا.
حتى لا يدخل إلي البرد، هو مكان آمن ومظلم، إذا أغلق فهو مظلم جدا. إذا نغلقه، هذه النافذة الثانية، أما النافذة النافذة الأولى عفوا، هذه النافذة الثانية، وذلك هو الباب الذي أريتكم إياه الذي تدخل منه. أيضا هنا وضعت فيه الأخشاب متفرقة بعض الشيء، أيضا إذا وضعت أو سقطت أي شيء أو من الطعام أو البراز أو البول تسقط إلى التحت. هذا هو باب المكان الذي تسرد فيه. من الداخل هذه الأرنب، أرنب حامل قد اشتريته من السوق. إذن هذا هو الصندوق الذي صنعت، وهي فكرة لمن أراد أن يصنع مثلها. فهذه حلقة لهذا اليوم، وكما أقول دائما هذه فكرة ولمن أراد أن يصنع مثلها. أنا فقط أضع فكرة، والكل يبدأ كيفما يشاء وكما شاء. إذن فشكر الله لكم حسن المشاهدة، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وأيضا ليصلكم كل ما هو جديد فعلوا زر الجرس. فجزاكم الله خيرا مرة أخرى، ولا زلنا مبتدئين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.